وكانت الأستاذة هالة رمزي عضو مجلس الشورى رئيسة لجنة المرأة والطفل بالمجلس قد قالت في اتصال هاتفي بنشرة سابقة إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية تعتبر من أهم عناصر العملية الديمقراطية التي أرساها جلالة الملك المفدى من خلال ميثاق العمل الوطني والدستور. طبعا إيمانا من جلالة الملك حفظه الله بمكانة المرأة البحرينية وأهمية وجودها كشريك أساسي في نهضة المملكة، حرص جلالته أن يعزز الميثاق الحقوق السياسية للمرأة والبحرينية لتشارك الرجل جنبا إلى جنب في مسيرة الإصلاح والإنجاز، وكفل لها ممارسة حقوقها السياسية كاملة ترشحا وانتخابا بإفراد بنود في الدستور تنص على التزام الدولة بكفالة حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف الميادين. فمشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية يعكس إلى حد كبير النظام السياسي والاجتماعي لأي دولة، ويعتبر من أهم عناصر العملية الديمقراطية.